بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده عن دور الاباء مع الابناء. يا ترى دور الاباء مع الابناء ايه؟ فلوس؟ يعمل توكيل للام يقول لها انت ربي وانا بشتغل؟ يا ترى دور الابناء مع ايه؟ شخط ونطر؟ يا ترى دور الاباء مع الابناء ايه؟ العقوبه؟ يا جماعه ابنك محتاجك، ابنك محتاج عطفك، ابنك محتاج طبطبتك، لا وابنك محتاج حاجة أهم، خبرتك، نصايحك في الحياة. بس عشان ياخد نصايحك ما ينفعش بصيغة الأوامر، إنما لازم تتغل في النصايح بغلاف الحب، تتحط في سندويتش الحب، تتحط في إطار من المحبة، من الود، من الطبطبة. إيه القصة النهاردة؟ القصة واحد اسمه جاكسون براون. جاكسون براون دون كان من النوعية دي من الآباء، بيحب ابنه قوي، بيعطف على ابنه قوي، بيديله دايما، يعني بيتعامل معاه بطريقة راقية جدا، لغاية ما ابنه دخل الجامعة وفي مدينة أخرى غير المدينة اللي هو موجود فيها، فخلاص ما عادش قاعد معاهم في البيت، راح مكان تاني. فقرر الأب الحنون المهتم بابنه إن هو يكتب كل يوم لابنه في الجامعة رسالة قصيرة صغيرة يبعتها له. الرسالة دي من سطر، ما تزيدش عن كده. كل يوم على الموبايل يصحى الولد يلاقي الأب الحنون بعت له نصيحة. هيقعد يبعتها له قد إيه؟ هيقعد يبعتها له كل يوم في الأربع سنين بتوع الجامعة. أنتوا متخيلين الأب اللي مهتم بابنه لأي درجة، اللي مركز إنه هو عايز يساعد ابنه لأي درجة على مدار أربع سنين. يا جماعة تخيلوا، منسيش ولا مرة لمدة الجامعة كلها. تخيلوا وصل عدد النصايح لكام؟ 1560 نصيحة، 1560 رسالة. ده أب بجد بقى يا جماعة، أهو ده اللي بيقوم بدور الأب. مش عامل لي توكيل، مش عامل توكيل للأم وتقول لها أنت ربي، مش شخطه وخلاص، مش فلوس، لا يا جماعة هو عايز حاجة تانية، محتاج حاجة تانية. 1560 نصيحة، من كتر ما النصايح عجبت الولد بقى بيبعتها لاصحابه لانها بحب، لانها مش اوامر. وبدات النصايح دي تبقى مشهوره. انتوا عارفين انا بحكي لكم الحكايه، تخيلوا الموضوع انتهى على ايه؟ انتهى ان الراجل حول ال 1560 نصيحه الى كتاب، والكتاب انتشر في الاسواق في اوروبا، وتسمى 1560 نصيحه لحياه الابناء، وبقى من البيست سيلرز، بدا يبيع مبيعات كبيره. هو الراجل اصلا ما كانش بيالف كتاب، هو بيحب ابنه وبينصح ابنه. يا سلام على الاب الجميل اللي تحول نجاحه في الحياة بسبب حبه لابنه، والكتاب كسب فلوس كتيرة، وقصته هي دي القصة اللي أنا حكيتها لكم. ممكن تسمحوا لي أقول لكم بعض فقرات من اللي موجودة في الكتاب؟ يعني إيه الرسائل اللي كان بيبعتها لابنه؟ زي إيه؟ مثلا يقول له كن شجاعا، وإن لم تكن كذلك فتظاهر بالشجاعة فلن يلاحظ أحد الفرق. دي واحدة. يقول له احذر من قروض البنوك مهما كانت مغرية. يقول له تعلم كيف تستمع للفرص الخفية لأنها تحتاج لأذن حساسة، خلي ودنك مصحصحة. يقول له اعمل تمرينا للبطن 50 مرة في الصباح و50 مرة في المساء تحتفظ برشاقتك. حاجة أب، يعني انتوا متخيلين عمال يكلمه في، يقول له ايه؟ يقول له حين تقول والدتك لشيء ستندم إذا فعلت شيء، فاعلم أنك إذا فعلته ستندم بالفعل. لو أمك قالت هتندم ونفذت أكيد هتندم. يبعت يقول له اعتني بسمعتك جيدا في الجامعة، ستثبت لك الأيام أنها أغلى ما تملك. أغلى حاجة تملكها هي سمعتك. أنتوا فاهمين يا جماعة؟ اختار رفيقة حياتك بحرص اللي هتتجوزها، فهو قرار سيشكل 90% من سعادتك أو تعاستك. إيه رأيكم؟ يقول له لا تنخدع في الشيطان مهما بدل ملابسه، مهما الشيطان بدل هدومه اوعى تنخدع في الشيطان. يقول له ابتعد عن الأماكن المشبوهة، فالأحداث السيئة لا تحدث إلا هناك. إيه رأيكم؟ حاجة جميلة جدا. يقول له سجل صوت أبوك وأمك وهما يضحكان، ستحبهما كثيرا. حاجة جميلة. والحقيقة أنا بقول بسمة أمل لكل أب، إنك تقرر إن دورك مع ابنك النصيحة بحب، أو الحب مع النصيحة،
ساعتها فعلا هيفضل ابنك صاحبك العمر كله، وهتفضل بينكم بسمة أمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.